أهلا بيكم. العالم مليء بشخصيات ذات قدرات هائلة، البعض منهم نعرفهم والبعض بنسمع عنهم بس. في التغطية دي هنشوف ونتعرف على نموذج لشخصية يمكن شفناها فقط في الفيلم الشهير هالك أو الرجل الأخضر، ولكن ما كناش أبدا نتوقع أنه ممكن يكون موجود فعلا في الواقع. اسمه أرباب خضر حياة، بيعرف نفسه باسم خان بابا، أما شهرته عالميا فيعرف بهالك باكستان، وهو أقوى وأضخم رجل في العالم كله. هتسألوني ليه أضخم رجل في العالم؟ لأنه ببساطة وزنه 450 كيلو جرام وبيحلم في الوصول ل 500 كيلو. أيوة زي ما سمعتوا، يعني في ناس بتحلم تخسلها كيلو ولا اتنين وهو حلمه يوصل لنص طن. وأمله في الحياة أنه يدخل في المنافسة على لقب بطل العالم في المصارعة الحرة العالمية. خان بابا من عائلة ميسورة جدا ووفرت له أسباب الراحة بالكامل. هو صغير كان يعشق مشاهدة منافسات المصارعة الحرة العالمية، وبيحب دايما يتفرج على منافسات رفع الأثقال، وكان بيمارس هوايته مع أصدقائه، أحيانا كان بيجرب فيهم لدرجة أن كتير منهم أصيبوا. طبعا كان حجمه بيسبب له أزمات كبيرة جدا وبيحطه في مواقف محرجة كتيرة جدا. خان بابا أو هالك باكستان يبلغ من العمر 29 عام، يقيم في مدينة باكستانية اسمها مادران، وطبعا بيتمتع بشعبية كبيرة جدا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وده نظرا لوزنه الضخم، هو 450 كيلو جرام، وكمان لطوله اللي وصل ل 2 متر. طيب يا ترى بقى شخص بالضخامة دي نتوقع يكون نظامه الغذائي عبارة عن ايه؟ الحقيقة أن هالك باكستان لديه نظاما مثيرا للدهشة والتعجب، خصوصا أنه يتناول 36 بيضة في وجبة الفطار. يصحى الصبح يأكله على الريق كرتونة بيض. ده كده صباح الخير. طيب الغداء بقى عبارة عن إيه؟ بيتغدى 5 كيلو لحمة، 5 كيلو، ده غير بقى الرفايع، شوية أطباق رز على شوية عيش وحبتين ثلاثة خضروات. حسبنا بقى كده يوميا بياكل قد إيه؟ بياكل حوالي 10,000 سعر حراري. هالك الباكستاني بدأ وزنه يزيد في سن 18 سنة، وكان مصر أنه سليم ومش بيعاني من أي مشكلات صحية، ودايما بيقول أنه سعيد جدا جدا بوزنه، والحقيقة أن حجمه الكبير وقوته المفرطة جعلته صاحب قدرات خاصة، ويقدر لوحده يسحب عدد من السيارات، ويقدر كمان يوقف جرارات، ده غير رفع الأوزان الثقيلة، وظهر يمكن في فيديوهات كتيرة وهو بيرفع دراجة نارية وهو قاعد بمنتهى البساطة على كرسي. بالطبع ضخامة خان بابا كان ليها ضريبة بيدفع ثمنها، خصوصا انه بيعاني من فكرة انه يلاقي ملابس جاهزة تناسب مقاسه، ده غير انه صعب جدا يتنقل من مكان للتاني، ورغم اعتقاد البعض ان خان بابا بيعاني من حالة مرضية بسبب وزنه الزائد، الا انه طول الوقت بينفي اصابته باي مشاكل صحية، وبيقول انه يعيش حياة طبيعية وهانئة. هالك باكستان ليه قصة ظريفة جدا جدا في موضوع الزواج وإيجاد الزوجة المناسبة. طبعا هو لم يتزوج حتى الآن، وبيقول أنه التقى ما بين 200 ل 300 فتاة عندهم استعداد للزواج منه، من 200 ل 300، لكن كان بيقول أن أحجامهم كانت ضئيلة جدا بالنسبة لحجمه، وأنه دلوقتي في رحلة بحث عن فتاة أحلامه اللي لازم طبعا تكون من ذوات الوزن الثقيل. أضخم رجل في العالم يضع عدد من المواصفات للزوجة المحظوظة غاية في الغرابة، أولها يمكن ألا يقل وزنها عن 100 كيلو جرام، 100 كيلو يجب أن يبلغ طولها 1.95 سنتي على الأقل، يعني أقل منه 5 سنتي كده. وأهم شرط لزوجته المستقبلية طبعا أنها تجيد فنون الطهي لتلبية نظامه الغذائي اللي بيحتوي على 10,000 سعر حراري يوميا، وقال انه يحتاج الى زوجة ثقيلة الوزن حتى يستحقها، وحتى يظهر الزوجان مناسبان لبعضهما البعض في الشكل والحجم. بيحلم بايه هالك الباكستاني؟ بيحلم انه يصبح بطلا للوزن الثقيل في يوم من الايام، وقال في كتير من مقابلاته التلفزيونية هدفي المباشر هو الدخول في مسابقات WWE، وأتطلع لتحقيق شروط الوزن، وأقوم دوما باستشارة الأطباء للحفاظ على استمرارية التغذية. هالك الباكستاني أصبح نجم في باكستان نظرا لحجمه الغريب والكبير، وأصبح قبلة
لمئات السكان المحليين لمقر إقامته كل يوم، وده لالتقاط طبعا الصور السيلفي، وبيقول إنه يحظى بكثير من الحب والإعجاب من كل الناس، لكنه شايف إن ده مش حلمه لأنه بيسعى لأن يصبح نجما عالميا. انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم، واستنونا دايما في كل جديد وغريب على شاشة تلفزيون يوم السابع. تحياتي لكم نسرين فؤاد.